انت قلت برضو كلمه حكمه، انت قلت ايه؟ ان الاهلي بيمثل مصر، وبالتالي طبعا يجب ان يقف الاعلام في مصر كاملا طبعا كاملا مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. خلي بالك اكيد، لانه هو النادي الاهلي دلوقتي طبعا بيمثل جمهوره وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي ده رايح يلعب باسم لا لا بلد لا ثانيه، طبعا والاهلي بيلعب باسم مصر، طبعا وبالتالي يجب ان يكون الاعلام المصري كاملا يقف مع النادي الاهلي، وبالعكس طبعا يشوف اتجاهات النادي الاهلي ايه ويمشي فيها، لانه انا بمثل مصر مش بمثل نفسي. طبعا طبعا. انت الوضع مختلف، الاهلي لو اخذ بطوله افريقيا في النهايه اسمه الاهلي المصري، وتانيا هيروح كاس العالم الانديه بيمثل مصر، فدي كلها اتمنى يعني. هو بص، هو الاعلام في مصر يعني عامه هو بصراحه دايما بيبقى بيتكلم بشكل ايجابي عن النادي الاهلي، كويس لانه ما جدا، فيش حاجه مش ايجابيه في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفرض عليك ان انت تتكلم عليه بصوره ايجابيه، فاعتقد انه ما فيش مصري بكافة انتماءاته ما بيكونش واقف مع النادي الأهلي في ماتش زي ده. يا رب ان شاء الله. ومفروض ان يعني اي حد طبيعي ونفسيته كويسه من جوه انها في مثل هذه المباريات ان هو يقف مع الفريق اللي بيمثل مصر يعني. طبعا.